تعال واخذ الشر بيني وبينك، الحب مثل الزرع وصلك يغذي، لابد ما ترعاه طيلة سنين. بالصدق والإحساس لازم تربي رب سوعة انك تربي ظنينك، لا تغضب الله حب لك حب يرضي حب الحلال وعون ربك يا عينك. مهد الوفا للي يحبك وتغلي، خل المشاعر بين قلبك وعينك، حب مثل حب اسرتك تفتخر فيه، افخر ولا تسمحك يعادلين. حب الحقيقي وتبغي الشر بيني وبينك، الحب مثل الزرع وصلك يغذي، لابد ما تعطل الحب. الأرواح المشابهة لنا تعرف كيف تخاطبنا بلا كلمات. الحب مثل الزرع وصلك يغذي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة وبركاته. أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه، الحب الكبير. وحتى يبقى الحب، وحتى يبقى الحب، صدقوني يا رجال ويا نساء أن كل واحد منا يمتلك من القدرات الهائلة التي يستطيع من خلالها أنه يؤثر على الطرف الآخر. يا أيتها النساء، الحبيب يقول في صحيح البخاري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. طبعا لما نقول نقص الدين والعقل ليس هو انتقاص المرأة، نقص الدين أن شهادة الرجل تعدل امرأتين، لأن المرأة ربما تنسى، والدين أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي. فأنت على أن زوجك أي صفة من الصفات، قد يكون جبار قاسك، لكن أنت عندك من التغنج والدلال ما إنك تستطيعين أن تؤثري عليه كائنا من كان. وأنت أيها الرجل بابتسامة منك ودلع منك وعبارة منك تعطي امرأتك الأمان النفسي وتجعلها تطير من الفرح. لكن من منا الذي يحمل لواء المبادرة ويقول أنا لها أنا لها؟ ولذلك حتى يبقى الحب، سأذكر بعض الأمور التي ممكن تقولها المرأة للرجل والرجل للمرأة، وهي أشياء بسيطة لكنها والله عظيمة عظيمة. من تلك الأمور تقدير الذات، وهي من الكلمات التي يحب أن يسمعها الرجل من المرأة، أو حتى المرأة من الرجل. يعني لما في نهاية الشهر يأتي الزوج بالراتب ويعطي المرأة، أو يأتي بمقاضي البيت وتقول هذا من فضلك بعد فضل الله عز وجل، وخير الله هذا من خيرك، الله لا يحرمني منك، وتقبل جبين زوجها، والله هذه ربما يعني الرجل يضيع. المرأة لما تعمل وليمة لضيوفك أو أصدقائك ثم تقول الله يكثر خيرك يا أم فلان، والله أنك بيضت وجهي، الله لا يحرمني منك، يعني هذه المرأة ربما تذوب. هل هذه صعبة؟ فتقدير الذات مطلوب. الأمر الثاني مدح المنجز. والمنجز، أنا زوجي موظف وأعرف ما شاء الله أنه ينجز في عمله، زوجي ربما أخذ والدته من مدينة لمدينة، زوجي ذهب إلى زوجتي ذهبت إلى السوق واشترت ملابس العيد للبنات والأولاد، زوجتي طبخت. يعني لما نمدح منجز أحدنا هذا أيضا يعطي الإنسان نوع من السكينة والثقة بالنفس. ونحن كم نحتاج إلى أننا نثق بأنفسنا، وصدقون الذي لا يثق بنفسه لا يمكن أن يعطي الثقة للآخرين. فهذه نقطة مهمة، لأن صراحة من كثر ما بعضنا يسمع النقد الدائم، النقد الدائم واللوم المستمر والكلام، أصبح الحقيقة يخاف
ما عنده ثقة بنفسه، يستحي حتى يتحدث مع الناس، تجده شارد الذهن، تجده مهموم منكسر كأنه هزيل مريض. لذلك نريد أن نتعلم المدائح. يعني الرسول كان يقول يا عائش، يا حميراء، يا أم فلان، يا أم عبد الله، ها، يعني نعطي الأمل. الأمر الثالث أو الرابع، ما أجمل أننا حتى يبقى الحب نتحدث عن المستقبل. ترى الحديث عن المستقبل حديث ذو شجون، حديث يعطي الأرواح حق التحليق في هذا السماء وهذا الفضاء. ما أجمل أنه لو جاءنا ولد سميناه، جاءتنا بنت، إن شاء الله إذا الله قسم لنا نشتري بيت في مدينة كذا، إن شاء الله بعد سنة سوف نسافر كذا، إن شاء الله إذا أعطاني الله. يعني الحديث عن المستقبل يجعل الإنسان باطمئنان وبأمان وبراحة واستقرار، ويشعر أنك معي. الأمر الرابع والخامس إخواني وأخواتي، مسألة أننا نقف بجوار بعض وأننا لا ندقق، ها، لا ندقق، ولا تكون عندنا تلك العدسة المكبرة. نتعلم فن يسمى فن التجاوز عن الهفوات والزلات، الموضوع الذي لا يستحق، لا يستحق. ما أريد أن يعني حتى الإنسان يا إخواني يا أخواتي يجعل للزعل هيبة، يجعل للعتب قيمة. والله العظيم بعض الرجال والنساء من كثر ما يزعل على شيء تافه صار الواحد يعني تعب، ما صار يحرص على رضا الطرف الآخر. لذلك حتى يبقى الحب نعرف متى نزعل، ترى هذا فن والله العظيم، حتى يبقى الحب. وأخيرا إخواني وأخواتي، ما أجمل أن نتعاون على البر وعلى الإحسان وعلى الخير وعلى فعل الطاعة، ونتعاون على أننا نساعد بعضنا على تجنب المعصية وكرهها. هذا كل الأمور ترى والله يا جماعة صدقوني، كل ما يكون البيت قريب إلى الله جل وعلا يكون بيت ترى فيه مشاكل ولكن قليلة. لماذا؟ لأن كتاب الله وسنة محمد رادعة، هي الحكم فيما بيننا وهي المرجع والملاذ. لكن يعني عندما نتهاون وفي في في ما حرم الله، صدقوني حتى وإن كانت اللذة يعني موجودة لكنها فورية ومؤقتة وسوف تزول وتضمحل وتنتهي. حتى يبقى الحب لابد أن نتعلم كيف نحب، وحتى يبقى الحب لابد أننا نتكلم كلمات الحب، وحتى يبقى الحب نبتعد عن المقارنة والشك، ها، والاستهتار بالعواطف، وحتى يبقى الحب نعرف أن الحياة جميلة وأن الحياة رائعة ونحب هذه الحياة، نحب هذه الحياة ونرضى بما قسم الله ونقنع، ولا ننظر إلى من هو أعلى منا وإنما ننظر إلى من هو أسفل منا. لماذا؟ حتى لا نزدري نعمة الله، لأننا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقولوا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أشكركم إخواني وأخواتي على أنكم أتحتم لي الفرصة أن أتحدث إليكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمته وبركاته. يا مدور الحب الحقيقي وتبغي، تعال واخذ الشر بيني وبينك، الحب مثل الزرع وسطك يغذي، لابد ما ترعاه طيلة سنين، بصدق والإحساس لازم تربي، رب سوات انك تربي ظنينك، لا تغضب الله حب لك حب يرضي، حب الحلال وعون ربك يا عينك، مهد الوفا للي يحبك وتغلي، خلي المشاعر بين قلبك وعينك، حب مثل حب اسرتك تفتخر فيه، افخر ولا تسمحك عاذلين. حب الحقيقي وتبغي، تعال اخذ الشر بيني وبينك.